وتعالوا ناخد أول سؤال معانا من السيدة أم شريف. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلش عايزة أسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الأولاني، أنا ابني اتوفى في شهر 6 رحمه الله، ربنا يجعله في فسيح الجنات يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخنا. أنا ما عملتش له إعلام وراثة. ليه؟ تمام؟ ليه كده؟ ما عملتش، مش عارفة، لأن ما فيش ورث، لا هو هيورث مني حاجة ولا أنا هورث منه حاجة، فما عملتوش. فهل ده غلط ولا صح؟ إذا ما كانش فيه تركة، إحنا بنعمل أعلام الوراثة من أجل التركة، لو ما فيش تركة خلاص. بس هو ممكن، لا ما فيش تركة يا شيخنا. ما هو ممكن يبدو في المستقبل الأيام ده، لو عملت ده هيكون أحسن، لأن إحنا ما نعرفش في مستقبل الأيام إيه اللي بيظهر، فلو عملنا ده هيكون بابا أحسن. بابا يا شيخنا، بابا متوفي وأنا الوحيدة، وأنا ما عنديش حاجة، إحنا عايشين بستر ربنا. ربنا يجعلها في الستر. وقلت لأولادي لو مت ولقيتوا أي حاجة إدوا لابن أخوكوا وصية واجبة. طيب خلاص ماشي يا ست، يبقى ده ما فيش خلط عليكي. ده أول سؤال. السؤال الثاني. تاني، أنا لما عرفت إن زكاة رمضان إن شاء الله اللي هي زكاة الفطر 30 جنيه، أنا أخويا كان بيطلع زكاة المال لوالدتي. فأنا أديته زكاة الفطر بتاعتي. إزاي بيطلع زكاة المال لوالدتي؟ إزاي بيطلع؟ استني بس. فلوس ماما وأنت بتوزعها. كده تمام ولا غلط؟ إزاي بيطلع زكاة المال لوالدتك؟ يعني بيطلع زكاة المال عن والدتك ولا؟ أيوه. والدتك. طيب وأنت بيطلعها. فأنت قلتي له إيه بقى؟ قلت له خد زكاة الفطر بتاعتي وانت بتطلع، عشان هو بيطلعها الناس غلابة. قلت له زودي الفلوس بتاعتي على الفلوس بتاعتي الحاجة وانت بتطلعها. فكده انا طلعت الزكاة بتاعتي مظبوطة ولا انا طلعتها بدري ولا ايه؟ يجوز ان انت تطلعي الزكاة، لان خلاص انت خلاص بقيتي من اهل الشهر، وخلاص انت بتصومي ودوت، خلاص يجوز ده. وان كان الاولى ان انت تخرجيها قبل بعد مغرب اخر يوم في رمضان، ولكن لو خرجتيها بهذا التعجل لما تدخل الشهر فيجوز ان انت تخرجيها، اذا كان ده في مصلحة للفقير ان شاء الله.